شايفين كل المعلمين والإدارة كلهم يحبونكم. بارك الله فيكم. أيها الأبناء، نحن في مدرسة الأندلس نريد أن نحقق عدة أمور. ما زبين لعندي ولا في حد عم يتكلم؟ ستبين عندي يا ولد. أول شيء نحن نحب الله ونحب الرسول ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك مدرسة الأندلس طلابها What the?
Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد السيد والد يوسف محمد السيد، بسم الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا على تشجيع الاطفال، واجمل ما فيها كان ما شاء الله توسيع نطاق التكريم عشان تبقى تكريم للمتميز وتشجيع لما هو دونه يعني. جزاكم الله خيرا ودايما التوفيق بلا مانع. بسم الله ما شاء الله، حفله جميله وربنا يبارك لكم يا رب مجهودكم مع الولاد، الله يبارك فيكم يا رب. نحيي اداره مدرسه الاندلس على الجهد المشكور في تكريم الاولاد، وده بيساهم في غرس القيم وربط الاولاد بالاحتفالات، بيساعد في نشر القيم النبيله وبيختصر كثير من المجهود في غرس القيم، لان في جو الفرحه في جو الاحتفال في جو الهديه بتعمق القيم العظيمه في نفوس الاطفال. فاحنا شاكرين لكم جميعا، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم ونفع الله بكم.